كيف تي في. مرحبا، بدنا نحكي اليوم عن قطعة تياب. أنا أكيدة 99% من الناس عندهم إياها. شو هي؟ بدنا نحكي اليوم عن الجينز. خلينا نشوف المرأة كيف فيها تلبس الجينز بنهارها. مثل ما شايفين هلا ماجن لابسه جينز بلوك كاجوال مع الفليب فلوب والتي شيرت والباك الكبير. ماجن هلا ريدي تظهر بالنهار مع اصحابها تتروح على الترويقه، تروح شوبينج. هذا اللوك الكاجوال للمره تلبسه مع الجينز. اللوك الثاني يلي حنشوف ماجن هلا فيه هو اللوك المرأة فيها تلبس الجينز على الشغل. مثل ما شايفين فيها لبسة الباليرينا مع شميز وحاملة الباج الأوريجينال تبعها. هلا مثل ما شايفين ماجن غيرت اللوك تبعها على شيء اكثر خارج ظهرها، بس مثل ما انتبهنا انه بس لبست الكعب وغيرت جزدانها لكلاتش تغير اللوك كله. فيها تلبس بهذا الستيل غير توبات، غير هيدي التوب المهضوم اللي لبستها هلا، بس لانها غيرت الشوز تبعها بكعب وغيرت جزدانها. شفنا بهالحلقة ثلاثة different looks كيف فيها المرأة تلبس الجينز، إن كان ظاهرها بالنهار أو ظاهرها بالليل. هن الأكسسوارز يلي بيخلوا الجينز يغير اللوك تبعه، تلبس هيلز، فليب فلوب أو باليريناز مع different kind of bags.